أنا رح جيب بالم وإجي، لا تروح لمكان. آسية برأيي بلاها، مسحت الأرض بأخي، خلاص فهمنا، رجعنا من بيتك. هاي مو شغلتك فاتح. كيف يعني مو شغلتي؟ استفدنا من خطف إيشان كتير، شبك شو هالغيرة؟ هذا هو اللي فهمته؟ معصبة من أخوك بسبب غيرتي؟ وليش بدي غير منها بقى؟ مين بتكون؟ لونها بيتغير مثل الحرباية. شكراً لحضرتك، شكراً لحضرتك. أوه مشي حالك، ليكي صحيح مالك اسطنبولية بس ضبطت معي وحتى أكثر مني. ليك أخي ستور ما شفت منك. شوفي انبسطت بال25 سنة اللي قضيناهم مع بعض، صح قلال كانوا بس أنا مجبور ودعك. مرت أخي اقري المولد على روحي، نظر ما بتحضر جنازتي، اوعك ما بسامحك. لك شو عم تقول انت؟ شو اللي صاير؟ انا رح موت بعد لحظة وهي وصل اللي بده يقتلني. انا بورجيك يا واطي، استنى يا عديم الشرف والناموس. قل وقف عمي جميل، عم تتطور على شرفي يا واطي. ليش عم تضربه للولد؟ لك بعد هيك بسم الله خير. شبهون خير؟ شو في معلم جميل؟ ليك مصطفى قول لأخواتك حجر حمو حوالين بناتي، وإلا والله بسلمك ياهن جسس. ايه انت اللي احكي مع بناتك، قلن حاجة يحوموا حوالين شبابنا. انا بناتي مانن شايفين شباب حدا، بس سلفك هالواطي فات على غرفة بنتي من الشباب. لا اوعك تغلط بالحكي عمي جميل، ما وصلت للشرف، في كلمتين كان لازم نظر تسمعون فتت وقلتون. معلم جميل نزل هالمسدس. نزله عملك. ليش دخلت على اوضه البنت ومن الشباك معقول؟ ولك انت شو بدك منها؟ يعني مراد شو بده يعمل مع بنته الفاجره؟ اصلا بنته اليوم كانت بالمشفى. مرت اخي اسكتي الله يوفقك. ايه لك ليش لحتى اسكت؟ ما بدي، جايه ورافع السلاح علينا وبنتك اليوم قوصت على الطاهر قدام باب المشفى. خير ان شاء الله، شو بكون؟ ليش عم تستوطوا حيطنا؟ لك آسية انت شو عم تخبصي؟ ها يا ويلي بنتي، ما ممكن تساوي هيك شيء ابدا. شفتها بعيني، اذا مو مصدق روح اسالها. بنتك نظر قوصت على طاهر. ولك انتو رح تبعتوا بناتي التنتين، واحدة على القبر والتانية على الحبس، ما هيك؟ طول بالك شوي معلم جميل، طول بالك. ما في بال لطوله، من اليوم ما في بيناتنا غير الدم. مصطفى كاليلي اوعك تنسى هالكلام. أنا بفرجيك. ولك شو مفوتك على غرفتها؟ ولك حدا بيعمل عملتك؟ قلنا لك إنه البنت قوصت على أخي بالمشفى، يعني شو بدك؟ وقف وإلا أحسنتي؟ خلاص ما كفتها مرجاني، لسه بدها تبعت نظر على الحبسة الإسطنبولية الوسخة. مصطفى يعني ما رح تعمل شي بنوب؟ تحرك بقى وقلع هالوسخة من هون. حماتي لا تخافي، مصطفى مو بس تحرك وركض كتير كمان، انت وابنك ما قصرتوا ما شاء الله حولكم. آسية انا كتير معصب منك، قوصت عاخي وما حكيتي، كل ما حاول زبطها من طرف بتنزعوها من طرف. مسكنا فيدات طلعت لنا نظر، هلا ما تخليني بلش فيكي. ها بلش بس مو لمصلحتك، لانه انا بعرف كيف سكتكم انت وامك. جاهزين تسمعوا؟